وغلا فيكم في حلقة جديدة من راس براس، وفيها نقارن لكم بين سلسلتين لألعاب مشهورة وانتم عليكم التصويت من يفوز فيها. في البداية حاب أقول لكم شكرا كثير لدعمكم للحلقة الأولى من سلسلتنا الجديدة راس براس، ونحب نبارك للناس اللي صوتت الكول اوف ديوتي لأنها فازت فوز ساحق. ومثل ما عودناكم اخترنا موضوع حلقتنا اليوم من اقتراحاتكم في اليوتيوب، والشخص اللي جاه أكثر تصويت هو Z4 Gaming. وعشان يطلع اقتراحكم في الحلقة الجاية اكتبوا تحت في التعليقات ايش السلسلتين اللي تبون نقارن بينهم في الحلقة القادمة. والآن خلونا نبدأ حلقتنا بتحدي بين سلسلة Resident Evil العريقة وSilent Hill المحبوبة. سلسلة Resident Evil هي وضعت الأسس في ألعاب صراع أو البقاء والألعاب الرعب بشكل عام، لأنها قدمت قصة جميلة وطويلة ومعقدة، وأيضا شخصيات أيقونية مثل جيل، كريس، ليون وكلير، كل واحد منهم لها ألعاب خاصة فيها قاموا بدور البطولة فيهم ويكونوا موجودين في بقية الأجزاء اللاحقة. هو صحيح أن Resident Evil هي وضعت الأسس، لكن Silent Hill فهي السلسلة اللي أتقنت عامل الرعب النفسي، لأن كان فيها أجواء ضبابية مخيفة والبطل كان دائما الوحدة ويعطيك إحساس بالوحدة والرهبة وانت تلعب. وكان في شخصيات أساسية طبعا مثل بطل اللعبة هاري ميسن وأيضا بنته هيذر ميسن، وحتى بطل شخصية Silent Hill 2 جيم ساندرلاند اللي قصته مختلف عن أجزاء سبقتها ولحقتها، والسبب أن اسم السلسلة Silent Hill يعني تحكي لك عن المغامرات المرعبة اللي مر فيها أبطال السلسلة وقصص المفضلة في هذه المدينة المشؤومة. أوكي، بس Resident Evil أبطالهم مو بس أيقونات، لكنهم أيضا من فرقة جيش محترفة وأيضا من الشرطة، يعني استخدام الأسلحة المتنوعة فيها بيكون شيء منطقي بالنسبة لهم. وعشان كذا ألعاب Resident Evil تميزت بأسلحة كثيرة ومتنوعة من مسدسات وشوتجن حتى قذائف الصواريخ، والجيم بلاي كان عبارة عن استكشاف في الأجزاء الأولى، وبعدها صارت تميل للأكشن أكثر وأكثر، وفي الجزء السابع غيروا أسلوب اللعب إلى المنظور الأول وأعادوا لنا إحساس الرعب في السلسلة. بس هذول أبطال يمثلون نفسهم، ما تحس في ترابط بينهم وبين اللاعب، بعكس أبطال موجودين في Silent Hill كل واحد منهم عبارة عن شخص عادي جدا يعيش حياته اليومية مثلي ومثلك، ما عدا طبعا بطل الجزء الخامس هو الوحيد اللي كان في الجيش. أول سلاح تستخدمه في Silent Hill 2 كان عبارة عن حديدة يستخدمها اللاعب لضرب الوحوش، يعني ما في أسلحة ما يستخدمها الشخص الطبيعي أو اللي مو متدرب عليها. دقيقة، طيب سيف الكتانة اللي في الجزء الأول ومسدس الليزر اللي في السلسلة، هذه ما هي أسلحة تحتاج لها تدريب وتكون خرافية بعد؟ كلامك صحيح موجودين، لكن ما راح تقدر تطلعهم في اللعبة من البداية، لازم تختمها أكثر من مرة عشان تطلعهم. مثلا الكتانة تقدر تطلعها بعد تختيمة التاسعة في لعبة Silent Hill الأولى. وتصدق كويس انك نبهتنا على حاجة مهمة يا نواف بتجلد سلسلة Resident Evil. وش هي؟ بسألك سؤال واحد، ألعاب Resident Evil كم نهاية فيها؟ الجزء الأول فيه سبع. لحظة، نهايات بقصة وطريق مختلف، مو شخصيات ماتت وشخصيات عاشت في نفس النهاية، لازم يكونوا مختلفين. نهاية واحدة لكل جزء إذا كذا. تدري أن Silent Hill 2 لوحدها فيها ست نهايات مختلفة؟ كل واحدة منهم لازم تسلك طريق مختلف وتسوي حاجات مختلفة عشان تطلعها، وهذا اللي أعطى ألعاب Silent Hill عامل إعادة إنهاء اللعبة واستكشاف الأسرار فيها من غير ملل. طيب يا أستاذي، أنت الحين تهايط في النهايات، لكن ما في أحد يقدر ينكر أن تصميم الأعداء في سلسلة Resident Evil أيقوني مميز، مثل الزومبي الأساسي وأيضا الهنترز المرعبين، وما ننسى مستر إكس والتايرنت وطبعا الأسطورة نيمسيس. هو صحيح كلامك أن Resident Evil فيها شخصيات أيقونية من الأعداء، لكن ما ننسى أيضا Silent Hill كان فيها الأسطورة Pyramid Head. وحاجة ثانية بسألك بعد مدام قمت تهايط بالPyramid Head. لحظة، وش هي؟ كم ريميك سووا لسلسلة Silent Hill؟ سووا ريميك واحد بس للسلسلة، لكنهم غيروا. طب نجح؟ هل نجح في المبيعات؟ لا، لأنه صدر حصري على الوي وقتها وجهاز محمول. تدري أن الجزء الأول من Resident Evil صارت له ريميكات وكل واحد منهم يقول الزود عندي؟ يكفي الريميك الجيم كيوب لResident Evil الأولى اللي يعتبرونه الناس أفضل ريميك في تاريخ اللعبة الكلاسيكية، عدا طبعا قبل صدور الريميك الجزء الثاني اللي حطم المبيعات وحصل على جوائز وثناء النقاد واعتبروه أفضل ريميك في التاريخ. طيب وريميك Resident Evil 3؟ مو بلازم نتكلم هذا، خله أوكي. طيب
صحيح سايلنت هيل ما كان بيصير لها ريميك، لكن يكفيك ان الدمو الخاص بلعبة سايلنت هيلز بي تي كسر الدنيا وقتها، وكانت فيها افكار جديدة ونشطة جدا، لكن للأسف اللعبة ما شافت النور. لكن هذا الدليل كبير على ان عالم سايلنت هيل في مجال كبير انه يتوسع ويصير افضل من العاب الرعب الحالية. اصبر وراح تنزل ريزيدنت ايفل 8 وتكسر الدنيا. صحيح، وحتى في اشاعات ان في لعبة سايلنت هيل جديدة احتمال يكشفون عنها، يمكن نشوفهم راس براس قدامنا قريب. اذا هذه هي كانت المقارنة بين سايلنت هيل وريزيدنت ايفل. اعطينا رايكم بالحلقة في التعليقات، وايضا راح تقدرون تصوتون بكرة لما نرفع بوست كوميونيتي على اليوتيوب. يعطيكم العافية على المتابعة، كان معكم نواف النغموش وفهد الشيحة في برنامجنا راس براس.